اسيرونس اكد مره اخرى التزامها بالقيم الاقتصاد التضامن الاجتماعي. حبينا الانفتاح على المحيط نتاعنا من اجل ان نخدموا اهداف الاقتصاد التضامن الاجتماعي، وهي ان نجعل الانسان المنطلق والنهايه. في هذا الاطار نظمنا الهاكاثون هذا ميتوال اك باش نعطيو فرصه للشباب تاع تونس باش يقدموا افكار مشاريع في المجال حمايه المحيط، في مجال التربيه والتعليم، وفي مجال المراه الريفيه. كان فرصه باش تعرفنا على برشا بروجيات الحقيقه وليدات محلاهم دي ستوديون عطاونا دي زيتي فريمون انوفونت في المجال نتاع المراه الريفيه في الانكلوزيون نتاع لا فام روغال. كيف زاد كانوا عندنا مشاريع في البيئه، كانت عندنا زاد مشاريع في الادوكاسيون. C'est le projet Scienterra. البروجي هذا حابين نكملوا فيه اكثر في خدم كديبيو مع الام او، وبعد كبلان دو سكالابيليتي باش نخدموا على لي اسيرونس في تونس الكل، وزاد على اي ترافاي دو بيو، اي عباد تستحق ترافاي دو بيو في نخدم الترانسفورماسيون تاع لي بابيي. بروجي ايدو ليك. ميرسي بوكو ام او بور لوبورتونيتي، واي بليف انه الحاجات هذوما اللي انا طبقتهم من الام او هما اللي خلاونا نربحوا الفيرست بليس. Oh, thank you so much.